على كل حال الكتاب الثاني هو كتاب الإيمان أيضا، يسمى الإيمان، كتاب الإيمان للحافظ محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني. وهذا الحافظ هو أحد شيوخ الإمام مسلم، فكثيرا ما تقرأ في صحيح الإمام مسلم أنه يقول حدثنا ويذكر اسم شيخه. فإذا هذا العالم هو محدث حافظ على عقيدة السلف الصالح، كتب كتابه الإيمان ومات رحمه الله سنة 43 بعد 200 للهجرة، وطبع كتابه قديما عن الدار السلفية الكويت في غلاف متوسط بتحقيق الأستاذ حمد بن حمدي الجابري الحربي.